هو اللقاحات ديت بدأت بقالها فترة، وبدأ إن في كذا شركة بدأت تنتجه. في أول حاجة اللقاح الأمريكي ده، أول ما سمعنا عنه ده كان في شركة فايزر وشركة موديرنا، وكان التقنية بتاعتهم تقنية جديدة، وهذا اللي خلى الناس إن هي تقلق من أخذ اللقاحات ديت، لأن هم استعملوا تقنية اسمها الماسنجر ار ان اي أو الار ان اي الرسول، وده عبارة إن هم بيحطوا رسالة الشفرة بتاعت الفيروس في كبسولة ليبيد بحيث انها تدخل الخلية في السيتوبلازم، يقدر يكون يعمل لها بروتين اللي بتاع الفيروس، هو اللي يكون بروتين الفيروس، وعما بيكون بروتين الفيروس الجسم يبدأ يعمل الأجسام المضادة ضده. تمام، يعني ده مش زي ما تعودنا في اللقاحات اللي هي القديمه بتاعت زمان، انه بيتاخد الفيروس نفسه او الميكروب يا اما ضعيف يا اما ميت خالص. ده بيحصل في المصل الصيني، يعني المصل في الصيني المصل الصيني اللي هو سينوفارم، ده بيجيبوا الفيروس بالطريقه القديمه ده، يا اما بيموتوه سواء بالاشعاع او بالحراره او باي مركبات، اللي بعد ما بيموت بيعملوا منه المصل. ده الطريقه القديمه اللي احنا شغالين عليها تطعيمات بقالنا سنين طويله، زي الحصبة وزي كل الحاجات اللي زي احنا كل بنستخدمها، شغل الأطفال وكل الحاجات كل دي. ده معمول بنفس الطريقه بتاعت المصل الصيني السينوفارم، اللي هو إضعاف الفيروس، اضعاف إضعاف مش الفيروس اضعاف، هو تمام. السينوفارم فيروس فيروس ميت، ميت تماما يعني. مش وبعدين ضعيف، بيدخل بينشط بقى ويكون الأجسام المضادة. البروتين بتاعه بيدخل الجسم فبينشط والجسم بيدخل بيعمل اجسام مضاده ضده، بعكس الطريقه الجديده اللي هي بتاعت فايزر وموديرنا اللي هي بيستخدم يا فايزر وموديرنا الاثنين امريكان مش كده؟ يعني شركتين امريكيتين. وفي وفي برضو هنتكلم برضو على استرازينيكا الانجليزي، ليه طريقه تانية خالص برضو مختلفه عن الاثنين دول، اللي هم بياخدوا اللي هو كله شغال، يعني اغلب الافكار في ما عدا الصيني اللي هو شغال على ان الفيروس بياخد الفيروس بيموته، اللي هم شغالين على انه على البروتين بتاع الفيروس اللي هو السبايك اللي هي اللي زي الشوكه، لان هو الفيروس ده اسمه فيروس كورونا، كلمه كورونا دي اللي هي التاجيه، التاجيه دي يعني ليه بيبقى الفيروس دي زي كوره كده ليها شوك او سبايك مخالب، زي المخالب او بالظبط، الشويك هو حاجه بياخد منه. البروتين ده، يعني هو بياخد البروتين ده بيصنع منه الماسنجر ار ان اي، وفي نفس الوقت بيحطه في غلاف الليبيد علشان ايه يدخل جوه الجسم. وبس عشان الناس تبقى فاهمه، الار ان دي ان اي ده الشفرة شفره الوراثية وراثيه اسمها الار ان اي الرسول او الناقل يعني. بالظبط، هي دي تمام. الشفرة الوراثية، مش بياخد الفيروس نفسه، بياخد الحاجة جزء بتاع السبايك دوت بيعمل له ده الشفرة الوراثية اللي هو عشان ينبه، يعني كأنه دخل الفيروس بس هو ما دخلش الفيروس. تمام. الأسترازينكا الإنجليزي بقى بياخد برضو نفس الموضوع السبايك، بس مش بيحطها في كبسولة ليبيد أو حاجة إنها تدخل الجسم، لا ده بيحطه في فيروس تاني مفروض اسمه أدينو فيروس، ده جاي من الشمبانزي ده، وده اللي الإنسان بيقدر يقاومه بسهولة، ولكن بيحط الماسنجر أو اللي هي البروتين بتاع السبايك في مع الفيروس ده، فبيدخل الجسم مش بيدخل الكورونا نفسها، بيدخل الكورونا ومعاها البروتين بتاع السبايك بتاعها مع الفيروس ده، فالجسم برضو بيبدأ يعني بيدخل حاجتين، بيدخل الفيروس نفسه ولا بروتين الفيروس؟ السبايك بتاع الكورونا، المخلب او الجزء البروتين المخالب بتاعه او ده تمام. بيصنعه زي فكرة الماسنجر ار ان ايه، بيحطها في كبسولة ليبت، لكن ده بيحطها الكبسولة الليبيد اللي بتدخل الجسم عشان الجسم يتقبلها، هي الفيروس اللي هو المستخلص من الشمبانزي ده، أو هو جاي ده فيروس بيعدي الشمبانزي. تمام. هو فيروس كورونا برضو بس بيعدي مش الشمبانزي، كورونا، لا لا مش كورونا، فيروس تاني خالص فيروس تاني خالص. الإنسان بيقدر يقاومه عادي جدا، مفيش فيه مشكلة، علشان كده يمكن الناس اللي عندها أمراض مناعية زايدة يفضل لها مثلا السينوفارم عن الأسترازينيكا. احنا ده لسه هنيجي فيه برضه، هنتكلم فيه تمام بالتفصيل، لان في ناس كتيره جدا محجمه انها تاخد الاسترازينيكا. زي ما قلت في المقدمه، الناس ممكن حد يكون خده سخن شويه، دراعه ورم، بدات تظهر عليه اعراض شويه، اعراض الكورونا، فيقول ان انا اصبت بالكورونا. ففي ناس كتيره قوي محجمه عن الموضوع ده، لكن احنا بس عايزين نكمل الانواع وبعد كده هنرجع تمام كل واحد ادي لوحده. الانواع الرئيسيه اللي موجوده واللي متوفر منها في مصر. طبعا الموديرنا والفايزر بيحتاجوا لدرجه حراره، يعني الفايزر بيحتاج سالب 70 وموديرنا سالب 20 عشان يتحفظ، فاعتقد ان ده مش متوفر عندنا، ففعلا الدوله فعلا عملت جهود قويه جدا ان هي وفرت الفيروس اول وفرت اللقاح اول باول، وبدات حملات التطعيم،
ويعني فعلا مجهود كبير من الدوله في الجزء ده بالذات يعني. احنا من اوائل الناس كمان اللي حصلنا على اللقاح ده وخدنا منه كميات بالزبط. كبيره جدا، سواء احنا بالتالي من اوائل الدول اللي خدت كميات كبيره من الصين كمان. احنا يعني بصراحه الحكومه في ازمه كورونا بدات الموضوع من الاول، من ايام العزل ومن ايام يعني كل اجراءاتها كانت دايما سباقه.